ايه النهارده النهارده في كذا حاجه حصلت هقولها لكم على السريع قبل ما ادخل في الموضوع المهم اللي انا عايزه اكلمكم فيه اول حاجه ندعي لكل الناس اللي اصيبت بالكورونا في ناس قريبين مننا نعرفهم للاسف طالهم هذا المرض في ناس توفت بيه في ناس كان مشكوك ان عندها وفي ناس الحمد لله اصيبت بيه وخفت الموضوع على فكره مش تافه ولا هايف الموضوع فعلا ازمه حقيقيه ويمكن في دول اتاثرت قوي 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 وبان فيها جدا جدا وعي الناس بيختلف من مكان لمكان ومن ومن فتره لفتره في بعض الناس بدات باستهتار وبعد كده ابتدت تاخده بجد او العكس كانوا واخدينه بجد وبعدين ابتدوا يستهتروا وهكذا فندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخفف عننا كلنا اي الام واي تعب واي امراض ويحمينا من يحمي البشريه كلها الناس كلها ما نتمناش ابدا ابدا حاجه وحشه لاي حد حتي ولو اعتقنا دي حاجه الحاجه الثانيه. انا طبعا متابعه الفتره اللي فاتت الضجه اللي معموله على البنات اللي هو على التيك توك وشيري هانم والكلام دو وانا مش هتكلم يعني بتفصيل ولكن عايزه اقول ان الحاجات الوحشه موجوده طول الوقت من فجر التاريخ منذ فجر التاريخ الفساد موجود والوحاشه موجوده والدعاره موجوده والحاجات الوحشه موجوده لكن اللي اللي يخوف دلوقتي هو بيسموها الكونكتيفيتي الاتصال الرهيب الفظيع اللي بين البشر في كافه انحاء المعموره وهذا الاتصال والتواصل وشبكه الاتصالات الفظيعه سهلت حاجات كتيره زي ما سهلت الخير سهلت الشر يعني الواحد من مكانه ممكن بدبل كليك يتبرع لمكان وممكن يشوف حاجه وحشه وممكن يكون عرضه لعمليه نصب او حد يعرف معلوماته او حد ياخد حاجته او الـ الـ الكلام ده كله على قد ما هذه الثوره في التواصل والمعلومات وشوفوا انا هنا هو في مكاني آه الالاف منكم بيتابعوني بي 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 من حتت مختلفه في, في, في انحاء العالم آه فزي ما سهلت الخير سهلت الشر عشان كده لازم نبقى حريصين ونحمي نفسنا نحمي نفسنا من اننا نتفرج على حاجه ولو باستهتار ونقول مش هتأثر فينا كان في فيديو انا عاملاه من فتره كبيره من كذا سنه للابهات والامهات عشان يعرفوا التصنيفات العاب الفيديو العاب الفيديو اللي ولادنا بيلعبوها ليها تصنيفات على حسب محتوى اللعبه تخيلوا ان الفيديو ده اكتر فيديو واخد ديسلايكس وتعليقات كتيرة جدا ومنها حاجات انا مسحتها لان اللي ردين عليا اغلبهم شباب وطبعا كلمة ألعاب الفيديو أو الفيديو جيمز والكلام ده هو جذبهم فبصوا على الـ 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 الفيديو فمنهم مثلا واحد يقول لي احنا مسلمين وعارفين حتى لو لو اللعبة فيها إيحاءات جنسية وفيها حاجات زي كده احنا مسلمين الحاجات دي ما تأثرش فينا لا ال 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 الشيطان وال والنفس الاماره بسوق ما بتجيش فجاه كده تقول لنا روح وعملوا حاجه وحشه الامور دي بتيجي خطوه خطوه و و واحيانا الواحد يعني ثقته الزياده قوي في نفسه بتخليه وهو ده على فكره الكبر والكبر كان اول غلطه عملها الشيطان في المعصيه انه تكبر تكبر معناه ايه انه فكر افتكر نفسه اكبر من حجمه انت بتتكبر على حد بتفتكر ان انت اكبر من هذا الشخص احيانا التكبر بيبقى بشكل عام ان انا بفتكر نفسي اكبر من اي حد اكبر من اي محتوى هتفرج عليه اكبر من اي حاجه مفيش حاجه هتأثر فيا لا, لا لا انا ما بغلطش مره كنت بتكلم مع رجل يقولي انا بغلطش لا معلش حضرتك بتغلط يمكن ما تقفشتش <applause> او يمكن صلحت غلطك او يمكن غلطت وكبرت وفي ناس تانية اتحملت نتيجة الغلط ده فدول يعني حاجات من الافكار اللي هي جاتني الصبح وقلت اكلمكم قبل النهاردة ما ارد على رسالة صديقة بعتتها لي على انستجرام دايركت وحسيت ان الكلام ده هيكون مفيد لكل الامهات الجدد و يعني مش عارفه انا احكي لكم انا في كذا نقطه هي متجوزه بقى لها سنتين وعندها 22 سنه وعندها طفل صغير عنده عشر شهور بتتكلم ان بعد جوازها عيد جوازها الثاني يعني بعد ما تمت سنتين ابتدت تحس ان في خلافات وخناقات بينها انا انا بقرا من من اللابتوب بتاعي خلافات على اتفه الامور بينها وبين جوزها وهمسكهم نقطه نقطه كده وانا بتكلم خاصه بعد ان تزوجت اختي أصبحت أرى كيف زوج أختي يساعدها بأعمال المنزل ويطبخ لها الطعام وزوجي لا يفعل شيء من هذا أول حاجة ما تقارنيش بين رجل ورجل ما تقارنيش بين امرأة وامرأة ما تقارنيش ما بين إنسان وإنسان قلت إلا بهدف التعلم ف... وإن إحنا اللي نتعلم وده فكرني بحاجه ثواني هجيب الشاي بتاعي حصلت من فتره طويله اوي وكنت انا صغيره وكنت قاعده مع سيده فاضله جميله حلوه وجه اخوها من السفر وكانت مرات اخوها قاعده معانا جه اخوها من مأموريه فدخل سلم علينا وحضن مراته وبان كده عليها عليه البشاشه وسلام حار وحضن جميل والكلام ده اخر اليوم جوزها برضو كان عنده مأمورية والاتنين على فكرة بيشتغلوا في نفس المجال وجيه برده من السفر ودخل وكنا مجموعة من القرائب قاعدين دخل سلم سلام سلام كويس وحلو وسلم عليها زي ما سلم على الكل بعدها لقيتها بت بتقولي شفتي الفرق ما بين فلان وجوزي شفتي فلان لما جه سلم على مراته ازاي وحضنها ازاي وكان باين عليه قد ايه ان هي وحشاه وانا جوزي مع انه سافر مده اطول منه ولما جه ما عملش الكلام ده وسلم عليا زي, زي اي حد قاعد انا كنت ساعتها اعتقد في ثانوي وساعتها قلت لها ايه طريقه تعبير كل واحد مختلفه وما ينفعش تقارني ما بين هذا الرجل وهذا الرجل اللابتوب بتاعي شحنه هيخلص وهيقفل هحاول بقى افتكر لو قفل اللابتوب نرجع تاني فقلت لها وانا لسه يعني ما عنديش اي ادراك باي حاجه انا لسه في ثانوي قلت لها ما تقارنيش ما بين رجل ورجل تربيه ده غير تربيه ده شخصيه ده غير شخصيه ده طريقه التعبير ده عن الحب مختلفه عن طريق تعبير الاخر اللي حصل ان انا دلوقتي لما بفتكر الكلام ده بحس ان هي عشان كانت بتقارن ما بين جوزها ورجال اخرين ده عمى عينيها ان هي تشوف الخصائص الحلوه بتاعته الصفات الجميلة بتاعته وتستمتع به زي ما هو كده يمكن بيخجل يمكن ما بيعرفش يعبر يمكن بيخجل من وجوده قدام الآخرين التاني لم يخجل من تعبير وان هو يسلم ويحضن, على ويحضن مراته قدام الآخرين في رجالة بتخجل من ده زوجت اختك اتجوزت صاحبتك اتجوزت جوزها غير جوزك مش من حقك انك تقارني العلاقه دي بال... بعلاقتكم انتوا الاثنين وعلى فكره احنا منهيين شرعا في ديننا ان احنا نعقد هذه المقارنات وان احنا نبص لازواج اخر جوز الثانيه بيساعدها في بيتها يمكن ده مش نابع من الحب قد ما هو نابع من التعود مثلا يعني أنا مثلا واحدة علمت أولادي إنهم يساعدوني في البيت أتوقع إنهم لو لما يتجوزوا هيساعدوا مراتاتهم في البيت لأنهم كانوا متعودين إنهم يساعدوني في البيت زوجي مثلا كانش عمره بيعمل أي حاجة في البيت جوزي ولا كان بيعمل أي حاجة ما ابتداش يعمل معايا غير في, لما في مواقف معينة ومواقف صعبة وأمور معينة ومش كل حاجة هل ده ينتقص من قدره شيء؟ لا بنتفق بقى على الادوار مين يعمل ايه والحقوق عشان كده لما مثلا يعني خلاص اتفقنا ان انا مش ممكن ح... مثلا هشتري حاجات معينه او مش ممكن هقف على ايدينا عمال او الكلام ده وخلاص باخد حقي ما بعملش الكلام ده الا إيه اذا مضطر خلاص ما دام مش مضطر خلاص المقارنه. شر كبير قوي 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 ايش معنى فلان بيعمل كذا وانت لا ايش طب ما هو فلان اللي بيعمل كذا ممكن يكون ما بيعملش حاجة تانية جوزك بيعملها انا مش مقتنعة ان في رجل كامل 100% في المائه ولا ست كامله 100% في المائه مع اننا بنسعى للكمال عشان نقرب شويه نبقى النهارده ستين في المائه بكره سبعين في المائه بعده تمانين في المائه مش ممكن هنوصل ل في المائه ممكن نبقى ستين في المائه في حاجه وسبعين في المائه في حاجه و 70 في المائه في حاجه تانيه وكله بي بي بيشيل بعضه فاول حاجه ما تقارنيش لكل زوجه لكل ام لكل بنت لكل إنسان أصلا ما تقارنش ما بين نفسك وشخص آخر إلا بهدف أنك تتعلم ما تقارنيش ما بين جوزك أبوك أخوك أمك مدرستك مدرسك وأي حد تاني لأن المقارنة لن تفيد بالعكس المقارنة بقى بتعمل حاجتين وحشين قوي ما تفتكريش ان جوزك ما بيحسش لما بتشوفي جوز حد تاني وت وت وتقولي اه يا انا معجبة قوي الراجل ده بيعمل كذا وكذا 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 اكيد بيبان في كلمة في تعامل في, في حاجة وجوازاتنا بيحسوا زي ما انتي برضو بتحسي لما يبقى جوزك عاجبه صديقه من صديقاتك او او جاره من الجارات او اي حد ويبقى مش ما بتكلمش على حاجه وحشه ان هو مثلا معجب ان هي ست طباخه هايله ما بتعرفيش الكلام ده لا بتعرفي الكلام ده وبتحسي بيه وبيجي في 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 في, في قلوبنا مشاعر يعني مش حلوه كده وبنبقى متضايقين فدي اول حاجه ممنوع المقارنه ولو قفشنا نفسنا بنقارن نوقف ممنوع المقارنة انا مش هقارن ما بين جوزي وما بين اي رجل تاني الحاجة التانية ان هو سايب حمل تربية الابن الطفل الجميل اللي عنده عشر شهور عليها هي و بيقول لها حاجه ظريفه أوي بيقول لها عشان انا سايب لك تربيته عشان لو ما احسنتيش تربيته اجي ارجع اقول ما هو تربيتك انت الطفل اللي مش هيطلع متربي هيطلع مشكله للاب وللام يعني الزوج اللي سايب الحمل تربيه الولاد على مراته لو الولاد طلعوا وحشين معلش حضرتك هتتعكي فيها برضو مش هي بس في بقى نقطة مهمة جدا بقى في فرق ما بين الرعاية والتربية الرعاية هي ان انا اكله ان انا ارضعه ان انا اغير له البامبرز ان انا اديله الادوية بتاعته دي الرعاية وده ممكن اي حد يعمله مربية بنجيبها بالساعة هتعمل الكلام ده هتاخد الولد وت... وتحميه وتغير له ال... ال... البامبرز بتاعه وتظبطه وتأكله وتديله الدواء لكن التربية بقى حاجة تانية التربية ان احنا نعلمه ان احنا نساعده انه يسخل شخصيته ويبني نفسه ان احنا نعلمه انه يعتمد على نفسه ان احنا نعلمه كلمات جديدة المربية اللي حضرتك هتجيبها من بره اللي لا تمت بصلة لهذا الطفل مش شرط ان مهمتها ان ويتكلم وتعلمه يعتمد على نفسه وتعلمه الحاجات دي لا مش مش مسؤوليتها دي مسؤوليتها الرعايه الرعايه انها هتاكله وتشربه وتعمله الامهات طبعا بتعمل الكلام ده دور الام نصين رعايه مع تربيه ودور الاب برده نصين رعايه مع تربيه مش شرط ان انت حضرتك هترضعه مش شرط ان حضرتك هتغير له البامبرز مع ان انا كان جوزي بيغير لاولادنا البامبرز وخاصه ان انا كان عندي مشاكل صحيه فساعدني كتير قوي هل كل يوم هل طول الوقت لا في مواقف معينه الولد مثلا كان بيعيط ومش قادر كان بيشيله ويطبطب عليه ويحاول يهديه ويحاول ينيمه والكلام ده كله ما كانش بيقول لي تعالي يا ست هانم تعالي شوفي الولد اللي بيعيط ده اعمل انا فيه ايه خلاص انا مصدع عايز انا عايزة انام عندي شغل الكلام ده كله ف الاولاد دول زي ما جم من الاب والام. الراجل لوحده ما ينفعش يجيب طفل ولا الست لوحدها تنفع تجيب طفل الطفل ده جه من الاب والام الاثنين شركه شركه في الرعايه والتربيه الاثنين لان الاولاد دول لو ما طلعوش كويسين هم؟ هيجي على دماغك برده ما هم ولادك في النهايه ف هنا بقى عليها هذه الصديقه اللطيفه ان هي تلفت نظر جوزها